السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. بالمحاضرة السادسة أو تكملة المحاضرة السادسة أو البارت الثالث من المحاضرة السادسة اللي يتكلم وراح نتكلم به عن الأنسولين والكولاجين وتكون الأنسولين وصفات الأنسولين، كذلك تكون الكولاجين وصفات الكولاجين ومواقعه ووظائفه وإلى آخره. فأول شيء راح نبلش بالأنسولين، ومنين يتكون الأنسولين وشنو شغل الأنسولين، وبعد ذلك ان شاء الله راح نبلش بمن راح نبلش بالكولاجين ونعرف شنو وظائف الكولاجين وشو يسوي الكولاجين. تمام شبابنا؟ اوكي، هسه اول شيء خلينا نحكي عن الانسولين. شوفوا الانسولين هو، شوفوا الانسولين هو عباره عن شنو؟ عن بروتينات. الانسولين عباره عن سلاسل من البيبتيد، اوكي زين. السلاسل البيبتيد او البروتينات منين تتكون لي؟ منين تتكون لي؟ من عمليه ترانسليشن، عملية الترجمة، تمام، اللي تحدث بواسطة الام ار ان اي بالاضافة الى الرايبوسومات. اوكي زين، هذا شوف هاي اسئلة استقصائية، يعني اسئلة على مود اخليك تفهم، على مود تربط. اوكي زين، الانسولين وين يشتغل؟ داخل الخلية لو بمجرى الدم، ذكرناها بش المحاضرة. داخل الخلية لو بمجرى الدم، يشتغل بمجرى الدم، يعني يطلع من الخلية لبرا. شبيه يطلع من الخلية لبرا، تمام؟ زين يا عيني، إذا يطلع من الخلية، ويمشي لبرا، شو نسمي هذا الإفراز؟ أو هذا الإفراز منين جايني؟ من يا خلية، يعني العفو، يعني منين جايني؟ من يا مكان. هذا البروتين هو شو اسمه، مو بروتين، الأنسولين مو بروتين. اوكي، هو عباره عن مجموعه من البروتينات يعني ملتفه ومسويه هيك شلون الهيلاكس. والمهم فهو بروتين مفرز من الخلايا، يشتغل بمجرى الدم على مود يخفض نسبه السكر العاليه، هذا كلها تعرفوها. زين سؤالي، يشتغل داخل الخليه لو بخارج الخليه؟ يشتغل بخارج الخليه. زين اذا بخارج الخليه، البروتين اذا يطلع من الخليه للخارج، هذا البروتين منين منتج؟ من الفري رايبوسوم، لو من الرايبوسومات الموجوده بالشبكه البلازميه الخشنه، موجود بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. اذا ما دام هسه عرفنا انه الانسولين ما دام يطلع لي برا، فمعناه انه ينتج من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، او يطلع على شكل حويصلات ويطلع لي برا بالفيسيكلز ويطلع لي برا. تمام، وش نسمي هذا الافراز؟ نسمي هذا الافراز بالان ريجوليتد سكريشن. احنا عندنا نوعين من الافراز، واحد ريجوليتد وواحد ان ريجوليتد او كونتينيوسلي، او نسميه بالكونستيتيوف سكريشن. تمام، فذني هسه انواع الافرازات اللي واحد اخذنا من عند الريجوليتد. الريجوليتد يعني افرازات تنظم بواسطه هرمونات معينه. اما الانسولين فيفرز بشكل غير، يعني ما له علاقه بهرمون معين، ما ياثر به هرمون معين. تمام، ينفرز كونتينيوسلي حسب حاجه الدم اله، إذا ارتفع نسبة السكر وإذا انخفضت نسبة السكر. تمام، فهذا الإفراز قلنا نسميه بالكونستيتيوتيف سكريشن. هذا الكونستيتيوتيف سكريشن معناه هو أنه تفرز حويصلات مال بروتين من داخل الخلية إلى خارج الخلية، تمام، على مود استفاد من عندها مجرى الدم. زين، هذا هسه عرفنا بس إذن الشغلات الأساسية من الأنسولين. عرفنا انه يتكون من البروتين، عرفنا انه يطلع من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، وطريقه الكونستيتيوتيف سكريشن اللي هو عباره عن افراز ما يتنظم بعمليه معينه، انما هو يكون كونتينيوسلي. زين هسه نعرف ونريد نعرف الانسولين شلون يتكون وشنو مكونات الانسولين. خل اروح شوفوا هسه هذني السلايدات، خاف اللي واحد يقرا على الملزمه. هذا السلايد الاول، وهذا الاسود، وهذا 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 ولهنا لحد الانسولين ستراكشر. ذني هسه كل الانزيمات راح اخذ، ذني السلايدات راح اخذ المصدر لبنكوت، اوضح وشويه به الرسم افضل. تمام، خلينا نشوف مصدر لبنكوت. هذا مصدر لبنكوت يحكي عن الانسولين، هذا الانسولين. زين شوفوا، شوفوا لي هسه الانسولين، خلينا نشوف عمليه التكوين مالته. الانسولين هو قلت لكم بروتين، اول شيء لازم يجينا ام ار ان اي من الدي ان اي، وهذا الام ار ان اي يجي لهنا، تجي الرايبوسومات ذني. اوكي، ويكملن البروتين، وهذا البروتين وين يذبنه؟ يذبنه داخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، يعني هنا
يشوفون ذن البروتينات داخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. فهسه الذن اللي حددتهم باللون الاسود هن ذن البروتينات مات الانزيم مات الهرمون العفو مال هرمون الانسولين، هذن اللي حددتهم باللون الاصفر. اوكي، فهسه هاي طبعا هاي طريقه مات التكوين كلها ماخذينها احنا بالسيشن بالبارت الاول، بالبارت الاول مال السيشن السادس. فالمهم بعد ما الانسولين او بروتينات الانسولين تكونت لي هنا، شنو هي بروتينات الانسولين؟ شنو اجزاء الانسولين؟ شوفوا الانسولين يتكون لي من تقريبا جزء اثنين ثلاث اربع اجزاء، يتكون لي من اربعه اجزاء. شنو هاي الاربعه اجزاء؟ خلينا نشوف هذه الاربعه اجزاء. شوفوا لي خل اعطيكم اياها اصلا هنا بالبدايه، اعطيكم اياها هنا بشكل مفصل على مود بعدين نرجع لها. هسه هذه الاربع اجزاء مالت الانسولين، هذه اربع اجزاء مالت من مالت الانسولين، هذا اللي تو انفرز او تو موجود بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. شوفوا لي هذا الجزء الاخضر، الجزء الاخضر هذا الجزء الاول، والجزء الازرق الجزء الثاني، وهذا الثالث، وهذا الرابع. هذني اربعه اجزاء منين؟ من الانسولين، يعني من تركيب الانسولين. بس ذني مو كلهن انسولين، ذني مو كلهن انسولين. خلينا نجي ذني الاجزاء نعرفهن شنو هن. خلينا نجي ذني الاشياء نعرفهن شنو هن. اول واحد او اول جزء نسميه بالساينال سيجونس، هذا الازرق نسميه بالساينال سيجونس. تمام، هذا الساينال سيجونس، شنو هذا الساينال سيجونس؟ هو نفسه تقريبا الان تيرمينال، اللي الان تيرمينال اللي تعرفون الان تيرمينال هو الراس مات البروتين. تمام، فالساينال سيجونس هذا موجود وين؟ موجود بالان تيرمينال. شنو فائده الساينال سيجونس؟ معناها على مود يدلل البروتين انه هو لازم يطلع لي برا، يدلل البروتين على مكانه، وهذا اخذناها بالبارتات السابقه مات السيشن السادس. تمام، زين هذا الاول. بعد ما يوصل شو اسمه اخذناها همنا بالبارت الاول، بعد ما يوصل البروتين لشبكه الاندوبلازميه الخشنه، فالساينال سيجونس راح يعني شو اسمه ينكسر يوخر عن البروتين. هو شنو وظيفه الساينال سيجونس؟ وظيفه الساينال سيجونس انه هو يدلل البروتين على مكانه. فهسه البروتين وين يتكون؟ يتكون بالرايبوسومات. وين مكانه؟ مكانه بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. تمام، مو مكان شغله، مكان شغله بالبلاد ستريم بمجرى الدم، لكن مكان اللي راح يصير عليه تعديلات واللي راح يصير عمليات معينه وين؟ بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. فوظيفه الساينال سيجونس يدلل البروتين على مكانه. متفقين؟ اوكي. فبعد ما وصل البروتين لشبكه الاندوبلازميه الخشنه المكان الطبيعي، يعني احنا عندنا اماكن مات البروتين هوايه، عندنا اما يروح للنيوكليوس، اما يروح للبروكسيسوم، اما يروح للميتوكوندريا، او يجي للشبكه الاندوبلازميه الخشنه. فهو بعد ما وصل للمكان مالته الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، هنا الساينال سيجونس انتهى شغله، راح ينحذف. فشوفوا هسه انحذف الساينال سيجونس، حذف وخرناه. تمام، بعد ما وخرناه شو قد بقى عندي؟ بقى عندي ثلاث اجزاء، بقى عندي ثلاث اجزاء. شوفوا ذني هو هنا كان الساينال سيجونس حذفته، جيد، بقى عندي ثلاث اجزاء. الجزء الاصفر شو نسميه؟ الجزء الاصفر نسميه بالبيتا، نسميه بمن؟ بالبيتا. والجزء الابي الازرق نسميه بالالفا، والجزء الاخضر نسميه بالسي تيرمينال، السي تيرمينال. اوكي، احنا مو عندنا السي تيرمينال او السي بيبتيد، نفس الشيء سي تيرمينال او السي بيبتيد. احنا هسه كم جزء صار عندي؟ صار عندي اربع اجزاء، واحد الساينال سيجونس اللي هو الان تيرمينال، تمام، وراه يجي البيتا، ورا البيتا يجي السي بيبتيد او السي تيرمينال، تمام، ورا السي تيرمينال يجيني شنو؟ يجيني الالفا. هسه هذا الالفا وهذا البيتا وهذا السي تيرمينال، تمام، والساينال سيجونس من الساحه حذفناه. اعيد هسه الانسولين اول ما يتكون، اول ما يدخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه يتكون من اربعه اجزاء. اول جزء هو الساينال سيجونس، ورا يجي البيتا، ورا تجي السي بيبتيد، هاي السي بيبتيد او السي تيرمينال، وراها تجي من هي؟ تجي الالفا اللي هي باللون الازرق. تمام، اني الانسولين الفعال او الانسولين النيوترال، يعني الانسولين الناضج، يتكون لي بس من ذني الجزئين اللي هن البيتا والالفا. يعني لازم احذف السي تيرمينال، السي تيرمينال، ولازم احذف الساينال سيجونس، اثنيناتهم احذفهم، ساينال سيجونس احذفها والسي تيرمينال احذفها، يبقى لي بس هاي بس الاصفر مرتبط بالازرق بأواصر.
هذا هو نسميه بالانسولين، تمام؟ بس الالفا متصله بالبيتا نسميها انسولين. هاي كل هالاشياء اللي هسه متصله بالانسولين هذه عباره عن مركبات يعني عرضيه او اشياء لها فائده معينه تنتهي فائدتها بوقت معين، تمام؟ المهم فهسه اللي ردت اقوله انه اول شيء راح الساينر سيجونس بعد ما يوصل البروتين للشبكة الاندوبلازمية الخشنة الساينر سيجونس انحذف، ورا ما انحذف الساينر سيجونس بقت ثلاث اجزاء البيتا والالفا والسي بيبتيد او سي تيرمينال، تمام؟ بالكولجي ابورتوس من راح يروح الكولجي هسه شو هاي وين هسه؟ هاي وين هسه؟ بعدنا وين احنا؟ شو اسمها؟ بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة من انحذف الساينر سيجونس معناها تو وصل البروتين للمكان الاول، المكان الاول اللي هو الشبكة الاندوبلازمية الخشنة انحذف الساينر سيجونس، وراها وين راح يروح؟ راح يروح الكولجي، راح يروح المن؟ راح يروح الكولجي. كولجي شو تسوي؟ تفصل لي السي تيرمينال، هذا السي تيرمينال شوفوا تفصل لي اياه منه، تفصل لي اياه منه وتخلي بس الالفا متصل ببيتا، تخلي بس الالفا متصل ببيتا. الالفا المتصل ببيتا نسميه بالانسولين الناضج، وهاي السي تيرمينال تبقى مرافقه للاكسجين او السي بيبتيد تبقى مرافقه للاكسجين، تمام؟ هيش راح تصير، هذا نسميها بالانسولين، شوفوها انسولين الناضج، وهاي السي تبقى مرافقه للاكسجين، العفو للانسولين مرافقه، وهسه راح نعرف شنو يصير بها ما يصير بها. المهم هسه خلني اعيد لك اياها بطريقه على مود اوضح لك ايش كم شغله. اول ما يدخل الانسولين او البروتين مكون للانسولين المجرى الدم، العفو للشبكه الاندوبلازميه الخشنه، ومكون من اربعه اجزاء الساينر سيجونس والبيتا والالفا والسي بيبتيد، هذني الاربعه اجزاء شو اسميه بالبري برو انسولين، بري برو انسولين، بري برو انسولين، اذا مكون من اربعه اجزاء ورا ما حذفت الساينر سيجونس، ورا ما حذفت الساينر سيجونس، حذفت الساينر سيجونس راح احذف كلمه بري تبقى برو انسولين، تمام؟ بعد ما حذفت الساينر سيجونس شوفوا ايش بقت لي، بقت لي بس ثلاث اجزاء اسميها بالبرو انسولين، اسميها بالبرو انسولين. ورا ما حذفت السي، ورا ما حذفت السي او فصلتها عن البيتا والالفا، شو نسمي البيتا والالفا؟ نسميهن بمن؟ بالانسولين، نسميهن بالانسولين. وضحت؟ هسه عندي ثلاث محطات، اذا مكون البروتين مالت الانسولين اذا مكون من اربعه اشياء هي الساينر سيجونس والسي بيبتيد والالفا والبيتا اسميه بالبري برو انسولين، بري برو انسولين. بعد ما وصل البروتين مالت الانسولين للشبكه الاندوبلازميه الخشنه وانفصل الساينر سيجونس وصار مكون من ثلاث اجزاء الالفا والبيتا والسي بيبتيد شو اسميه بالبرو انسولين. بعد ما وصل جهاز كولجي وفصلنا السي بيبتيد عن الالفا والبيتا سمينا الالفا والبيتا شنو؟ بالانسولين، تمام؟ سمينا الالفا والبيتا بالانسولين. هسه كولجي ايش راح يسوي؟ كولجي يجمع الالفا والبيتا المتصلات باواصر، هسه راح اقول لكم شنو الاواصر، متصلات باواصر اللي هي الانسولين، يجمعها ويا من؟ يجمعها ويا السي بيبتيد بس مفصولات، يعني مفصولات. وضحت هسه؟ يعني شنو مفصولات؟ يعني لنفترض هسه شوفوني، لنفترض انه هذه حويصله، هذه الحويصله اللي راح اطلعها كولجي، هاي الحويصله، هاي الحويصله ايش بيها؟ بيها الفا مرتبطه ببيتا، هذا نسميه بالانسولين، تمام؟ زائدا السي بيبتيد، يعني السي بيبتيد ما مرتبطه ويا ال شو اسمه، السي بيبتيد ما مرتبطه ويا الانسولين، يعني كل وحده بوحدها لكن اثنيناتهم نفس الحويصله وراح يطلع لي برا المجرى الدم يشتغلون، اوكي؟ هذه هسه مسيره الانزيم مالت الانسولين، جيد؟ عيدوا لي من جديد، هسه اعيد لك الوظيفه من جديد. اول شيء جاني ام ار ان اي منين؟ جاني ام ار ان اي من الدي ان اي، وراح اسوي عمليه ترانسليشن على متكون بروتين بواسطه الرايبوسومات ذني، ورا ما كونت البروتين ايش ما ادري انه راح يروح للش اسمه الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، لازم عنده ساينر سيجونس، تمام؟ زين ليش تكون الانسولين بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي راح يطلع لبرا؟ وعرفنا انه شكو انزيم، شكو افراز، شكو بروتين يطلع لخارج الخليه لازم مفرز من الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. فهسه على مود اوصل البروتين مالت الانسولين للشبكه الاندوبلازميه الخشنه احتاج ساينر سيجونس اللي هذه اللي هي باللون شو اسمه؟ باللون الازرق، هذه ساينر سيجونس شوف هسه مكون من اربعه اجزاء، هذا جزء وهذا الجزء الاخضر والجزء الجوزي والجزء الازرق.
الازرق هو ساينر صق ونص، حذفناه، شوفوا حذفناه هذا. اوكي وش بقى عندي؟ بقى عندي هذا مكون من ثلاث اجزاء. هذا وين راح يروح؟ يروح الجهاز كولجي، راح يروح الجهاز كولجي. تمام، هذا الثلاث اجزاء شو نسميه بالبرو انسولين. زين اذا متصل بيه ساينر صق ونص نسميه بالبري برو انسولين. فهسه البرو انسولين وين راح يروح؟ الجهاز كولجي. جهاز كولجي ايش راح يسوي؟ راح يفصله، شوفوا راح يفصل السي، يخليها مفصوله عن الانسولين ثيناتين. بعدين يخليني بحويصلات، شوفوا خلاها بحويصله. هسه هذه الحويصله هن ثينات الموجودات بنفس الحويصله لكن مفصولات ما مرتبطات، يعني الالفا والبيتا متصلات مع بعضهن ومفصولات عن السي بيبتيد. شفتوا هسه؟ هذه هسه هذه وحدها وهاي السي وحدها، بس ثيناتهم نفس الحويصله. وهسه راح يطلع عن الدور لبرا يشتغل مجرى الدم. هذه هسه مسيره الانسولين من تكوينها من الطقطقه. السلام عليكم. اوكي هذه هسه مسيره الانسولين كامله، يعني شلون يتكون والى اخره. بعد خلينا ناخذ هسه خصائص على الانسولين بعد ما عرفنا يعني لان الطريقه مالته. فهسه هنا شوفوا هنا قايل لك ترى الانسولين بيه ثلاث شغلات. اول شيء نسميه بالبري برو انسولين، وراها بعد ما احذف السنه الصق ونص يصير بري برو انسولين، ورا ما احذف ورا ما افصل السي بيبتيد عن الالفا والبيتا يصير انسولين. اوكي هذه قلناها. زين اذا خاف يقول يسالك عن الاماكن تقول له البري برو انسولين وين موجود؟ البري برو انسولين موجود بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. البرو انسولين موجود وين؟ بجهاز كولجي. الانسولين زائد السي بيبتيد وين موجود؟ موجود اما بحويصله كولجي او بمجرى الدم. حويصله كولجي او بمجرى الدم. اوكي خاف يسالك على اماكنهن. زين 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 خلينا نشوف بعد شكو ماكو. هذه كلها سحكيناها عن الانسولين. هذه نفس الترتيب اللي قلت لكم بيه، شوفوا هسه هذه هي، شوفوا لاحظوا لي هذه هي تمثل لي الفا. خلنا نعطيكم بلون احمر بلون البنفسجي. هذه الفا وهذه بيتا. تمام وهاي الساينر سيجنس اللي باللون الاخضر، ساينر سيجنس اللي راح افصلها. جيد وهذه اللي باللون الجوزي كلها هي البيبتيد، السي بيبتيد هذه كلها الجوزيه. جيد فانا اول شيء راح افصل الساينر سيجنس تحول الى بري، قلت لكم بيه من ساعه برو تحول الى برو انسولين، والبرو انسولين اذا افصل الالفا والبيتا عن سي تيرمينال يتحول لي من يتحول لي الى شو اسمه تحول الى انسولين ناضج. تمام فهسه خلينا نشوف بعد شكو ماكو ايش راح يصير ما يصير. هذه كلها حكيناها كلها حكيناها. ها منين يتكون هسه الانسولين؟ الانسولين يتكون من 51 امينو اسيد، يتكون من 51 امينو اسيد. تمام و 2 تشين لينكد باي ديسولفد بوند، يعني احنا من ساعة مو قلنا الفا تتصل ويا بيتا، بمن تتصل؟ بيا اواصر، تتصل باواصر يسمونها ديسولفد بوند، اواصر ديسولفد بوند يعني اواصر ثنائية الكبريت، يعني اواصر تساهمية ثنائية الكبريت. تمام هنرجع لكم المصدر لينكات. شوفوا لي هنا، شوفوا لي الالفا والبيتا بمن اتصلوا لي؟ اتصلوا لي باواصر ثنائية الكبريت. واضحة؟ ف وين يصير هذا الاتصال؟ هذا الاتصال يصير بال شو اسمه؟ بال قول وياي يصير بالهذا. احنا وين يصير الديسولفد بوند؟ اخذناها بالبارت الاول، البارت الاول وين اخذناها الديسولفد بوند؟ تصير الديسولفد بوند اخذناها تصير بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. تمام اذا تذكرونها، واخذنا الالينكيد والاولينكيد. الاولينكيد وين تصير؟ تصير بالشبكه تصير بجهاز كولجي، بس الديسولفد بوند وين تصير؟ بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. فخاف يصير يسالك يمتى يتصل الالفا بالبيتا؟ تقول له بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. يقول لك يمتى ينفصل الساينر صق ونص؟ تقول له بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه. يقول لك يمتى ينفصل الالفا المتصله بالبيتا عن السي بيبتيد؟ تقول له بالجهاز كولجي. يقول لك يمتى يكون الانسولين ناضج؟ يعني شنو الانسولين ناضج؟ يعني بس الفا وبيتا متصلات مع بعضهن. يقول لك يمتى الانسولين يكون ناضج؟ تقول له بعد ما يخرج من جهاز كولجي او من يكون بحويصله كولجي. معناها يكون الانسولين ناضج، يعني شنو يكون الانسولين ناضج؟ يعني ينفصل عن السي بيبتيد. اوكي؟ زين. ويكون الوزن مالت الموليكيول مالت الانسولين 5800 دالتون، طبعا الدالتون هي وحده قياس يعني حجم الخلايا والى اخره من هيج امور. زين. بعد شنو هسه اللي يرد اوضحنا؟ هذا هسه اللي حكاها هذا ماي بايو، هذه كلها الصفحه كلها انا حكيتها توني بالش اسمه. توني حكيتها وين؟ بال يعني بالرسم كلها حكيتها توني. اوكي
فيعني ما يعني ما اعيدها لان هي سهله ما بيها شيء. جيد، هسه دور راح احكي لكم بعد ما يطلع الانسولين، بعد ما يطلع الانسولين من جهاز كول، من جهاز كولجي وحصلت كولجي يطلع لي برا، ايش راح يصير بي؟ ايش راح يصير بي؟ اول شيء قبل ذلك انا احكي لكم يعني بعد ما يطلع من جهاز كولجي، اول ما يجي على جهاز كولجي شط من يطلع لي برا ايش راح يصير بي، ما يصير بي تمام. خلينا نشوف، يقول اكو ايون اخر نسميه الزنك. الزنك، ايون الزنك يعتبر جدا مهم بتكوين الانسولين. ايون الزنك استفاد من عنده بتكوين الانسولين وبخزن الانسولين تمام، وبنقل الانسولين كلها، تخزين ونقل وتكوين. الايون الزنك يعتبر جدا مهم ويا بالانسولين تمام، هذه خليها ببالك. شو يقول؟ يقول زنك ايون ار also transported in this storage vesicle. يعني احنا هاي الفيسيكل مالت يعني اول شيء، اول شيء من دخل لي البري برو انسولين بشبكه اندوبلازميه الخشنه، وانفصل الساينر سيجونس تحول شنو؟ تحول الى برو، تحول الى شنو؟ برو انسولين. البرو انسولين وين راح؟ جهاز كولجي. جهاز كولجي سوى فصل السي ببتيد عن من؟ عن الالفا والبيتا. ايش حول لي؟ حول لي الى انسولين زائد الفا وبيتا، عفوا انسولين زائد سي ببتيد، خلى عليهم بحويصله. وين راح يطلعهم؟ راح يطلعهم للدم، مجرى الدم الى خارج الخليه تمام. بالاضافه هاي الحويصله مو بها سي ببتيد وبها الفا وبيتا مرتبطات سويه، يعني بها انسولين وبها سي ببتيد. بالاضافه الهن اكو ايون اسمه ايون الزنك. ايون الزنك شنو فائدته هذا ايون الزنك؟ هذا قلت لكم فائدته هواي. اول شيء يفيد بتكوين، تكوين وخزن وافراز الانسولين، تكوين وخزن وافراز انسولين، هذا ايون الزنك. خلينا نشوف بعد. شوفوا بعد ما افصل اني، بعد ما افصل السي ببتيد يعني بجهاز كولجي، جهاز كولجي من يفصل السي ببتيد عن من؟ عن الالفا والبيتا. ايش راح يكون هنا الالفا والبيتا؟ الالفا والبيتا ما راح اسميها الفا وبيتا، اسميها انسولين ناضج. بعد ما افصل السي ببتيد عن الالفا والبيتا راح تتحول الالفا والبيتا الى انسولين ناضج. بعد عملية الفصل، بعد عملية الفصل شو يكون؟ يكون ال شو اسمه الانسولين اللي يتكون الانسولين الناضج يكون decrease in solubility، يعني تقل نسبة الذوبانية مالته. يعني شلون يتحول الى يعني قريب الى الصلب يعني تمام، يكون شوية رقد. ليش؟ ان بي dissolved bond، dissolved bond هي عصرة بعد قوية تعمل على سوي stabilization، سوي تثبيت تمام. وماخذين احنا بالميتابوليزم اذا تذكرون بالكريات الدم الحمر، تذكرون من اذا صارت السولفت بوند راح تقليه تكون قابله للتكسر. فالمهم هسه احنا مو يمنا تكسر، وانما الانسولين اذا وخرت عنه السي بي بتيد راح يبقى متصل بس الالفا والبيتا بواسطه اواصر، اواصر السولفت بوند، اواصر ثنائيه الكبريت. والاواصر ثنائيه الكبريت تعمل على اضافه هيكله واضافه قوه للهيكل مالت الانسولين، فيكون هنا او تقلل السوليوبيتي مالته، تقل نسبه الذوبانيه مالته تمام. هذا الشيء او هذا النقصان الذوبانيه مالته راح يخلي الزنك يتصل بيه، راح يخلي الزنك يلزق وين؟ يلزق فوق الانسولين الناضج، يخلي الزنك ايون الزنك يلزق وين؟ فوق الانسولين الناضج. اوكي زين، راح تطلع راح يطلع الانسولين بواسطه الفيسيكلز للخارج عن طريق عمليه نسميها بالاكتوسيتوسيس، يعني الاخراج الخلوي، وهذا موضح لكم اياها اني بالبارت الاول مال هذا السيشن تمام. زين، منين تنفرز؟ تنفرز من البيتا سيل، الخلايا المسؤولة عن إفراز الإنسولين نسميها بيتا سيل، اللي موجودة وين؟ موجودة بالبنكرياس تمام؟ اللي موجودة وين؟ اللي موجودة بالبنكرياس. يمتى أفرز الإنسولين؟ استجابة لارتفاع مستوى السكر بالدم. إذا ارتفع مستوى السكر بالدم فراح أني أفرز الإنسولين من البنكرياس اللي موجود وين؟ اللي موجود بخلايا الخلايا بيتا تمام؟ بعد هسه شو يقول؟ يقول شو اسمه؟ الإنسولين، الإنسولين اللي طالع المجرى الدم هو هسه الفيسيكل، هاي الفيسيكل، الفيسيكال اذا تطلع لي برا، هذه اذا تطلع لي برا هسه هذا مجرى الدم، هذا الحاجز مال الخليه الاحمر، راح تطلع الفيسيكال لي برا تمام. هسه هذا مجرى الدم اللي باللون الاخضر تمام، هذا اللي باللون الاخضر هو مجرى الدم. بعد ما طلعت الفيسيكال من غشاء الخليه وراحت المجرى الدم، ايش تحتوي هي الفيسيكال؟ تحتوي على ايون الزنك، تحتوي على الانسولين الناضج، وتحتوي عليه من على ايش اسمه السي بيبتيد. السي بيبتيد شو يكون؟ ما يذوب بالدم بسرعه، ما يستعمل الدم بسرعه، ما يكون يعني مو مثل الانسولين، الانسولين ويا ما يطلع المجرى الدم قبل المجرى قبل الدم يستعمل الانسولين على ما يخفض نسبه السكر بالدم. اما السي بيبتيد فشغلها مو هنا، يعني الدم ما راح يستقبلها بسرعه، ما راح يفتتها بسرعه، ما راح يذوبها بسرعه تمام، مو مثل الانسولين جيد بسرعه تذوب المجرى الدم. متفقين هسه؟ السي بيبتيد
سي بيبتيد من هي راح تنفرز وياه، راح تنفرز ويا الانسولين مجرى الدم، يعني هي نفس هي موجوده بنفس الفيزيكال، فالانسولين راح بسرعه يذوب ويستعمل الدم ويخفض نسبه الاكسجين نسبه السكر، بينما السي بيبتيد او السي تيرمينال ما راح بسرعه تتاثر، ما راح بسرعه تتاثر بالدم، ما راح بسرعه تذوب بالدم. فبهاي الحاله اقدر استعملها بتشخيصات معينه. شنو هاي التشخيصات؟ ما دام هي باقيه بمجرى الدم يعني ما تذوب بسرعه، فاقدر اعرف بكميتها. يعني انا مثلا عندي هسه عندي جزيئه انسولين وحده بالحويصله الواحده، عندي جزيئه انسولين وحده وعندي سي بيبتيد وحده. اذا عندي جزيئتين عندي اثنين انسولين وعندي اثنين بيبتيد. اذا عندي ثلاث حويصلات عندي ثلاثه انسولين وثلاثه سي بيبتيد. اللي استنتجه انه عدد الانسولين يكون ايكوال، يكون مساوي لمن؟ الى السي بيبتيد. فبما انه الانسولين يفرز، الانسولين يفرز مثلا بالحاله الطبيعيه خمس اجزاء من الانسولين او خمس يعني خمس انسولين ناضج، تمام، خمس بالحاله الطبيعيه فرضا، يعني مثلا بالساعه الواحده نفرز خمسه انسولين. اذا فرزت خمسه انسولين باعتبارها هم فرزت خمسه سي بيبتيد، مو هيك؟ يعني قلنا عدد الانسولين الناضج هو يساوي عدد السي بيبتيد. فانا اذا كل ساعه يعني بالساعه الواحده افرز خمسة انسولين، فاكيد انا هم راح افرز وياها شنو؟ خمسة سي بيبتيد. افرز وياها شنو؟ خمسة سي بيبتيد، اوكي؟ فبما انه الانسولين بسرعة راح يذوب وينمحي ويدخل بمجرى الدم بسرعة يذوب ويعني يستعمل في تقليل نسبة الجلوكوز بالدم، السي بيبتيد تبقى يعني الفترة اطول. لذلك اقدر استفاد من عتب شنو؟ اقدر استفاد من عتب قياس نسبة السكر بالدم. شلون؟ يعني العفو اقدر استعملها بقياس نسبه الانسولين بالدم او الانسولين المفرز. ممكن شلون؟ لانه مثلا قلت لكم اذا اقيس السي بيبتيد فراح احسب من خلالها عدد الجزيئات المفرزه مالت الانسولين اللي وياها. مثلا حسبت طلعت 3 بس سي بيبتيد، معناها ايش؟ كم واحد فرزت انا انسولين؟ فرزت 3 انسولين. حسبت السي بيبتيد تمام بالدم ايش طلع لي؟ طلع لي مثلا عددها 4، معناها ايش قد الخليه فارزه اربعه انسولين، اوكي؟ بينما الحد الطبيعي 5، يعني معناها شنو؟ معناها عنده نقص بالانسولين، عنده خلل بالبنكرياس، وضحت؟ ففائده السي بيبتيد انه شنو؟ انه اقيس من خلالها كميه الانسولين المفرزه. ليش؟ انه الانسولين صح تذوب لكن السي بيبتيد تبقى بالدم، فممكن يعني تبقى تتاخر يلا الدم يتخلص من عندها او تذوب بالدم تتفاعل ويا الدم، تمام؟ فاقدر من خلالها اقيسا نسبه الانسولين المفرزه. جيد. بالإضافة إلى ذلك أقدر أقارن بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص اللي يأخذون حقن الإنسولين. شلون؟ الحقن مات الإنسولين تجي جاهزة ما بيها سي بيبتيد، أوكي؟ ما بيها سي بيبتيد. فإذا أريد أفحص شخص هل هو يعني عنده إفراز داخلي للإنسولين، يعني البنكرياس مالته طبيعي ولا البنكرياس مالته عاطل، يعني هل هو يأخذ حقن إنسولين لو ما يأخذ حقن إنسولين، فراح أفحص مالته السي، راح افحص مالته السي بيبتيد. اذا لقيت السي بيبتيد مالته عاليه او طبيعيه معناها ما عنده مشكله، البنكرياس يشتغل ويفرز انسولين، تمام. لكن اذا ما لقيت السي بيبتيد بمجرى الدم معناها جاي ياخذ حقن انسولين، يعني حقن الانسولين ما بيها سي بيبتيد، تجيك جاهزه، تمام. يعني هم يصفون لك اياها، يعني ينطونك بس انسولين، تمام، فقط انسولين بالانجكشن بالحقنه، فقط انسولين ينطونك، ما ينطونك وياه سي بيبتيد. بينما بالحاله الطبيعيه البنكرياس من يفرز انسولين زائد سي بيبتيد. فهذه طريقه ثانيه على مود اشخص، اوكي؟ فالطريقه الاولى اول شيء الفائده الاولى من السي بيبتيد اقيسا كميه الانسولين المفرزه، والفائده الثانيه اميز بين الشخص اللي يكون عنده اكسوجينوس يعني ياخذ حقن مال الانسولين، وبين الشخص اللي يكون اندوجينوس يعني اللي ما ياخذ حقن الانسولين والانسولين بداخله طبيعي يتكون طبيعي بالبنكرياس. هذا هسه كل ما يخص الانسولين، راح اخلي واحد الانسولين اخلي فيديو واحد افضل، وبالفيديو الثاني ان شاء الله راح اشرح الكولاجين. بس هذا كل ما يخص الانسولين، اعيده بهيك بدقيقه. الانسولين اول شيء هو عباره عن مجموعه من البروتينات، يعني بروتين يكون يعني شلون شو اقول لكم، بروتين بس يكون يعني مو برايمري، لا يكون مركب شلون الجلوبيولار تقريبا. المهم فيتكون من سلاسل البيبتيد. فالبروتين اول شيء ينتج بشبكه الاندوبلازميه الخشنه، بما انه يطلع لي برا، فاي شيء يطلع لي برا فهو منتج بشبكه الاندوبلازميه الخشنه.
فينتج بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه، واول ما يدخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه يتكون من اربع اجزاء، واحد السينر سيجنس، والثاني سي بيبتيد، والثالث بيتا تشين، والرابع الالفا تشين. تمام، اول ما يدخل بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه تنفصل السينر سيجنس، تمام، باعتبار خلص شغلها. فهو اذا مكون من اربعه اجزاء اسميه بري برو انسولين. فبعد ما انفصلت السينر سيجنس يتكون من ثلاث اجزاء اللي هي سي بيبتيد والالفا والبيتا. شو اسميه بالبرو انسولين. هذه البرو انسولين وين تروح الجهاز كولجي. جهاز كولجي ايش راح يسوي؟ طبعا بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه راح تتكون اصله ثنائيه الكبريت بين الالفا وبين البيتا. المهم برو انسولين بعد ما تكونت باصره مزدوجه اصره ثنائيه الكبريت بين الالفا والبيتا، وين راح يروح الجهاز كولجي. جهاز كولجي ايش راح يسوي له؟ يفصل السي بيبتيد عن الالفا والبيتا، فتبقى الالفا والبيتا متصلات باصره كبريتيد وحدها، ثنائيه الكبريت وحدها، وتبقى السي وحدها، سي بيبتيد وحدها. فبعد جهاز كولجي ايش راح يسوي؟ بهاي الحالة راح يجمعها ثلاثين فيسيكل وحدة بالإضافة إلى أيون الزنك ويطلع لي برا. من يطلع لي برا أيون الهرمون الإنسولين بسرعة يستعمل من خلال الدم، بينما سي بي بتيد يبقى بالدم، ممكن يبقى بالدم لفترة أطول، يعني ما يذوب بسرعة. بالتالي أقدر أستعمله فائدتين. الفائدة الأولى أنه أقدر أقيس نسبة أو كمية الإنسولين المفرزة، والفائدة الثانية أقدر أستعمله أن أعرف أنه هذا الشخص يأخذ إنجكشن لو ما يأخذ إنجكشن مال الإنسولين. تمام، هذا كل ما موجود بالبيبتيد بالانسولين، وفائده الانسولين انه يخفض مستوى السكر بالدم. تمام، بالاضافه الى ذلك فائده الانسولين واخذنا بالميتابوليزم انه يعمل على ادخال، وشلون راح يخفض نسبه شلون راح يخفض نسبه السكر بالدم؟ راح يخفض نسبه السكر بالدم باستعمال طريقتين، اما يسوي السكر جلايكولايسيس على مود يتخلص من عنده وينتج طاقه، فبالتالي راح يحفز دخول الجلوكوز الى الميتوكوندريا، راح يحفز لي دخول الجلوكوز الميتوكوندريا. خليني اوضح لكم اياها ما دام انا ذكرتها، خليني اوضح لكم اياها، بس خلنا نحتاج الورقة هذه. هسه الورقة هنستعمل قلم ابيض او احمر، يشتغل الاحمر يشتغل. شوفوا هسه انا عندي هذا جدار الخلية، تمام، هذا جدار الخلية، وهذه النقاط الزرق هو السكر، السكر زايد بالدم، اوكي، وهاي الميتوكوندريا، وهذا البنفسجي هو الشبكة الاندوبلازمية الخشنة وجهاز كولجي يعني سوية. فإذا ارتفع نسبة السكر بالدم هنا لازم أفرز الإنسولين. الإنسولين بشغلتين على مود يخفض نسبة السكر بالدم. شلون يخفض نسبة السكر بالدم؟ أما يخلي السكر يستعمل عن طريق الجلايكولايسيس، يعني راح يحفز دخوله إلمن، للميتوكوندريا على مود يصير بجلايكولايسيس. فمن راح يطلع الإنسولين؟ هسه الإنسولين راح يطلع، شوفوا طلع الإنسولين عن طريق فيزيكال، يعني فيزيكال طلع الدول اللي برا، طلع الإنسولين اللي برا. هسه هذا الإنسولين، لا خلنا نغير اللون مالته، خليه بلون ازرق. هسه هذا الانسولين، تمام، ايش راح يسوي للانسولين؟ راح يجي اكو ريسبتورز هنا، هذا اخذناه وين بالبارت الثاني، مدري البارت الثالث مال السيشن السادس مال الريسبتورز، لا تذكرونها. اكو ريسبتورز وين موجوده بغشاء الخليه. ايش راح يسوي الانسولين؟ راح يجي يعني يذوب بالدم، يشتغل بالدم، وراح وين يجي؟ يجي للريسبتورز، يدخل بالريسبتورز، هنا يدخل الانسولين، يدخل بالريسبتورز اللي هي هاي الريسبتورز شلون حرف سبعة. فراح تسوي الريسبتورز، راح تفتح القنوات مالت، من القنوات مال دخول الجلوكوز، راح يدخل الجلوكوز وين؟ منين؟ من خلال هذه القنوات يروح لمن؟ للميتوكوندريا، يدخل الميتوكوندريا يصير بجلايكولايسيس، فراح تقل نسبته هنا. شوفوا راح تقل النسبه مالته، قلت النسبه مالته بالدم. وهيجي هذه اول ميكانيكيه على مود يخفض نسبة السكر بالدم. الميكانيكية الثانية اللي السكر على مود الانسولين على مود يخفض نسبة السكر بالدم، انه يحول السكر الزايد الى الكلوكاجين ويخزن الياه بالليفر، وهذا اخذناه بالميتابوليزم. هذا لحد الان كل شيء خاص بالانسولين، اتمنى ان شاء الله يكون مفهوم، وبالتوفيق ان شاء الله. الكولاجين اشرحه بالبارت اللي بعده، وخليه فيديو واحده. الى اللقاء.